l'état de santé. Je vais demander à notre président, Serge Montaigne, de prendre la parole pour expliquer le contexte dans lequel on rend hommage à la personne en question. مساء الخير. شكرا اليوم بشكل معين بندوه الافتتاحيه في موضوع هام جدا وهو موضوع الدبلوماسيه الموازنه الذي يمكن ان نقول انه من اسباب نزول ووجود مركز الذاكره المشتركه وهذا من الاجانب الذي نخططه اليوم ذلك ان مركز الذاكره المشتركه في الديمقراطيه المسلمه وجد من أجل خلق شبكة من المؤثرين الإيجابيين عالم يحاول الناس فيه جميعا تحقيق أحلامهم بالحب الكافي والضروري. سنفتتح هذه الدورة بتكريم رجل سيصعب علي أن أقدمه لك، صديق كريم وعزيز، وكنت أعتبر دائما في هذا المهرجان من الدعامات الأساسية ماديا ومعنويا وحضورا، بل كل بقوة الحضور. رجل أعطى لوطنه ولمدينته كل الطاقة التي وهبها له الله، فسار على شبهات متعددة بدون كلام ولا منع. نحن نعتبر كذلك هذا المهرجان سفيرا لنا وللقضايا التي يدافع عنها، ولهذه القضايا قضيه الاضطراب واستقرار بلدنا او اعلاء تجربه الديمقراطيه والحقوق فيها، وحث الناس على التشدد بكرامتهم عبر تقويه مساهمتهم المواطنه وخلق الاجواء الثقافيه. الأدوار التي قام بها الرجل لصالح وحدة التراب ولصالح أبناء المخاطفين ولصالح النص إلى الجميع إلى ما وصلنا إليه اليوم تحت قيادة رشيد بن جلال الملك، أدعو أحد رئيس البرلمان الديني أستاذ باتشيكو ليسلم له تلك نيابة عنا جميعا. نضيفه بحضور كل هذه الأسماء الوزنة في مجال هذا السؤال الذي نطرح اليوم. ليس اعتباطيا أن دعونا عدد كبير من المتدخلين، بل الهدف الأول لأننا نريد أن نستعد لندوة دولية كبرى حول هذا الموضوع. لك الكريم. جزيل للمقدمين على هذه الندوة العلمية المتميزة افتتاح المهرجان في دورته 11. الشكر موصول لكل المتدخلين، السيدات والسادة الأساتذة الأفاضل والضيوف الكرام الذين حضرونا إلى مجلس المنظور، نرحب بهم بالجزال ونشكرهم على مداخلتهم القيمة، وكذلك الشكر الجزيل للحضور الكريم في هذه القاعة. أبدأ كلامي مما أتم به السيد الرئيس المرتبط بضرورة حضور الجامعة
وكذلك تواجد الجامعة وخيراتها في كل هذه الأنشطة وكل هذه المحافل للدائي وكذلك تقديم مساعدتها، لأننا نعرف أن مناطق البحث العلمي والمجال البحث العلمي يرتبط أصلا بالجامعة باعتبارها مسرحا للبحث والتطبيب عن المعلومة وكذلك تقديم مقترحات وتقديم إضافات نوعية. ولا أخفيكم من السر أن الجامعة كذلك سعيدة بحضورها ومشاركتها، ممكن أخبركم مجموعة من الأساتذة الكلية المتخصصات الناظمة في هذه الحلقة العلمية، وكذلك حضور بعض الطلبة طلبة الماستر وطلبة الدكتوراه كذلك متواجدون معنا في هذا الحلقة. أشكر الجميع على حضورهم. مداخلتي سوف تحاول أن تتقاطع مع مجموعة من الهواجس والمخاوف التي أثيرت في الكثير من المداخلات. هذه الهواجس مرتبطة بالمنظومة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، كيف يمكن أن نؤسس للذكاء الاصطناعي ذو منظومة أخلاقية؟ وهذا هو التساؤل الكبير جدا الذي يطرحه الجميع والذي يتخوفه من الجميع، وذلك هو النقطة الغامضة في الذكاء الاصطناعي. رغم كل ما تقدم هذه التقنيات مساعدة للإنسان ممكن تسهيل للعب مجموعة من المهام من تبسيط لها من رفاهية كذلك، ولكن يبقى لها جانب غامض وجانب فيه مخاوف كثيرة تثيرها مجموعة من الأمثلة. أمثلة مرتبطة بهذه بإمكانية توجيه الذكاء الصناعي، بإمكانية إعطائه معلومات مغلوطة، بإمكانية توجيهه إلى إظهار مجموعة من الأفكار التي ربما لا تتماشى مع مختلف المعتقدات، مختلف التوجهات أو الديانات، وبالتالي هذه من بين المخاوف الكبرى، وبالتالي هذا الأمر يتجنبه مجموعة من الأشخاص. الجانب القانوني يتحدثون عن كيف يمكن أن نصبغ الشخصية الاعتبارية، هل الذكاء الصناعي ذات؟ هل يمتلك ذاتا؟ هل يمتلك إرادة؟ هل يمتلك قدرة على اتخاذ القرار بشكل مستقيم؟ بالتالي هذه من الإشكالات الكبرى التي ربما تحدد على أساسية المسؤولية المدنية، المسؤولية الإدارية، المسؤولية الجنائية، كيف يمكننا أن نحاسب الذكاء الصناعي إذا لم تكن له هذه الشخصية المعنوية أو الشخصية الذاتية التي يمتلك من خلالها التصرف. ثم هناك تساؤلات كثيرة جدا، وهذا الإطار القانوني أو الأخلاقي الذي نتحدث عنه ما شكله؟ من له الحق في وضع هذا الإطار الأخلاقي؟ من له الصلاحية في تحديد الأخلاق التي يجب أن تضبط الذكاء الصناعي واشتغال الذكاء الصناعي؟ وبالتالي هذه المنظومة الأخلاقية كل له نضربه لها ووجهه لها. ونتحدث عن الأخلاق ربما في الفوبيا هي مجموعة السلوكات التي يتعارف عليها الناس بينهم ويتعلمون فيها بينهم. وبالتالي هذه الأخلاق هي القيم. إن هناك مصطلحين يتم تجاوزهما، نتحدث عن الأخلاق هي مجموعة من السلوكات التي نتعامل بها بيننا، وهناك قيم. هذه القيم هي قيم يمتلكها كل فرد وترتبط بالفرد بذاته، هي التي يمتلكها والتي على أساسها يبني قناعاته ويبني توجهاته. إذن هذه القيم والأخلاق هل يمكن لها أن تكون هناك إمكان لبرمجتها على مستوى آلة الذكاء الصناعي خاصة؟ ثم كذلك من بين المخاطر أنه كلما زادت وكلما ارتفعت نسبة الذكاء أو تمكن الذكاء الصناعي بتطوير ذاته كلما تثاقمت هذه المخاطر، وهذه المخاطر مرتبطة أساسا بالمنظومة الأخلاقية. ثم هناك من يقول بأن هذه الروبوتات أو الذكاء الصناعي وثوق فيه. إذا هذا مصطلح الثقة، مصطلح الثقة هو مصطلحات خطيرة جدا على مستوى التعامل مع الذكاء الصناعي، لأنه هل يمكن أن نثق في الذكاء الصناعي وفي قدراته على تطوير نفسه وفي قدراته على أن تكون له منظومة أخلاقية؟ هذه المنظومة الأخلاقية ترتكز على أساس مهم جدا، الأساس الأول هو عدم إيذاء البشر وتقدير مساعدة البشر، إذن هذا يجب أن يكون الأساسيتين، إذن هل هناك إمكانية للثقة في هذا الذكاء الصناعي؟ وبالتالي أعتبر بأن مسألة أن هذا المصدر أو هذه هو الذكاء الصناعي موثوق فيه هو فقط التسويق، هو فقط للتسويق. إذا الذكاء الصناعي هو يرتبط بالمسؤولية أساسا ولا يرتبط بتلك الثقة، لأنه كل من يتدخل في برمجة الذكاء الصناعي وفي تحديد طريقة اشتغاله هو مسؤول عليه،
وبالتالي حتى على مستوى المنظومه القانونيه حتى على مستوى الاتحاد الاوروبي نجد بانه كل الشهادات القضائيه ساعات تحدد بانه ليس هناك مسؤوليه ذاتيه للذكاء الصناعي بل المسؤوليه ملقاه على المصنع هو الذي يبرمج هذا الذكاء الصناعي بشكل اساسي. وبالتالي هذه المنظومه الاخلاقيه تسائل كثيرا مجموعه الاسئله اطرحها لان الاسئله من اجل اثاره النقاش اساسا. هل للاخلاق اساسا مكان في منظومه الذكاء الصناعي؟ يمكن ان نتحدث عن مفهوم الاخلاق او مصطلح الاخلاق في منظومه الذكاء الصناعي. هل الذكاء الصناعي قادر على اتخاذ قرارات اخلاقيه تتسم بنوع من الاخلاقيات؟ وهذا ربما سيشكل حاجزا كبيرا جدا او هو تحدي كبير على مستوى المنظومه الذكاء الصناعي المستعمله في الظروف. نتحدث عن الدرون، نتحدث عن مجموعه من الاسلحه الفتاكه التي تستخدم بوصف الذكاء الصناعي. وبالتالي هل يمكن لهذه الالات ان تكون لها منظومه اخلاقيه تعرف العدو من الصديق وتعرف من سوف والاهداف هذه بدقه ام لا؟ ثم هل يمكن لهذه الروبوتات اصلا رغم انها تتعلم نفسيا وتطور نفسها ذاتيا هل يمكن كذلك ان تطور منظومه اخلاقيه خاصه بها؟ وبالتالي تخرج وتحيد عن المنظومه الاخلاقيه التي لدى البشر، وبالتالي هذا تحدي كبير جدا. ثم كذلك ما نصيب المشاريع في حال تصنيع روبوتات يمكن ان تكون لها منظومه اخلاقيه خاصه بها، وبالتالي لها منظومه تشتغل بها، لها منظومه تسيرها، وبالتالي هذا سيكون هناك نوع او غرس من مخاطر كثيره جدا هو احساس البشر بانه مخلوق من درجه ثانيه في مواجهه الاله التي تطور بشكل سريع، وهذا يترك هذا الفرق الكبير جدا. ثم كذلك الخطر الاخر هو تلك الروبوتات التي يسعى الى تزويدها بالصفه البدنيه. شاهدنا التجربه الاخيره لايلون ماسك تقدم مجموعه من الروبوتات التي تقدم مجموعه من الخدمات الاجتماعيه تساعد الاشخاص في وضعيه صعبه الى غير ذلك او تعليم الابناء. من هذه المواصفات ادت لهذه الروبوتات او نسميها الروبوتات الاجتماعيه، هل يمكن التحكم فيها وادارتها على مستوى المنظومه الاخلاقيه؟ وبالتالي هذا ما حدا الى مجموعه من المنظمات الدوليه خاصه اليونسكو 2020 اصدرت مجموعه من المبادئ الاساسيه المرتبطه بالاخلاقيات بالذكاء الصناعي. وكذلك نجد ان مجموعه من الدول كسويسرا ككندا كالاتحاد الاوروبي وكذلك السعوديه والامارات حاولوا ان يعيدوا مجموعه من الدلائل لوضع مجموعه من الاسس والمعايير الاخلاقيه بالذكاء الصناعي. على مستوى اليونسكو حدد سبع مبادئ اساسيه وسبع مبادئ كبرى. اول مبدا هو احترام حقوق الانسان والحريات الاساسيه، انه كل يجب ان يتم اعتماد المعيار الاساسي في تطوير هذه الروبوتات وتطوير هذه التكنولوجيا ديال الذكاء الصناعي على ضروره احترام حقوق الانسان والحريات الاساسيه وكرامه الانسان بشكل اساسي. ربما هناك من يتحدث ربما السيد الرئيس عن فقدان مجموعه من مناصب الشغل، ممكن يتحدث بان الكرامه الانسانيه ترتبط كذلك بفقدان هذه المناصب الشغل لصالح الذكاء الصناعي ولصالح الاله، وبالتالي هذا يهدد السلم الاجتماعي ويهدد العداله الاجتماعيه ويعد كذلك يهدد توزيع الثروات بين البشر. ثم النصف الثاني هو ازدهار البيئه والوقود من الوعي الكبير جدا بمخاطر وباستخدامات هذه الالات حتى يمكن تفادي المخاطر المحتقه في استعمالها وفي طريقه استخدامها. وبالتالي شكرا. Es reemplazar esa violencia por arte, es cambiar esos espacios públicos que hoy están llenos de temor y de violencia por espacios llenos de color, de arte y de cultura. Ese es el compromiso que tengo ahora mismo, ese compromiso de vida. Porque yo les pregunto, más allá de que necesitamos de cuestiones materiales para poder vivir, ¿qué serían nuestras vidas sin el arte y sin la cultura? Nuestras vidas a lo mejor se volverían mecánicas, sin sentido, carentes de profundidad, carentes de identidad. Y hoy la diplomacia cultural tiene el desafío de trascender esos límites y de consolidarse como un camino hacia la paz y hacia la comprensión. Un poeta de mi ciudad, José Joaquín de Olmedo, decía, haz que el suelo que amas, y en este caso Nador, Marruecos, haz que el suelo que amas florezca en todas partes. El culto de las artes y el honor nacional son bienes de la paz que deben cultivarse con manos pródigas. Que cada paso que demos en esta era digital, que a lo mejor nos perturba, que a lo mejor nos asusta, que a lo mejor no tenemos ni idea qué puede pasar en el futuro, sea pues el reflejo y la oportunidad para poder
difundir nuestros ideales de paz, de respeto, de diversidad y de cooperación. Yo soy Madame Estoy muy feliz, muy complacido de estar con ustedes. Me parece, presidente, jefe, que 10 minutos es mucho tiempo. Es muy peligroso entregar 10 minutos a un político. Pero esta no será mi responsabilidad. Lo hemos conversado. Saludo a las autoridades de la mesa, embajador, presidenta Cristina, honor compartir contigo. Marruecos está en mi corazón desde 1986. 86, Jeremy Hassan Lehua, Hassan II. C'est très important, c'est très magnifique. C'est le magnifique, quoi. Estoy muy complacido de haber conocido a su majestad Hassan II y a su canciller Mohammed Ben Issa de Al-Sira. Je connais. Chez lui, je connais. Estoy, desde ese año, vengo mucho a Marruecos. Amo Marruecos, Chaguán, Alcira, Tánger, Nador. Le thème que nous réunit aujourd'hui, c'est la diplomatie culturelle à l'ère de la défense artificielle. Nous ne connaissons pas une image facile. Pour le plus de son combat. La première raison, c'est que j'ai autour de moi des personnalités éminentes, à la fois pour le politique, les gens de la profession. Par conséquent, il va être difficile pour moi de commenter le propos, de réagir à l'autre. Mais je le ferai tout de même. Avec tout le respect que je peux voir. Car, c'est du moins ma conception, modérer n'est pas uniquement distribuer la parole, c'est commenter, c'est appeler, c'est interroger, c'est interpeller. Je le ferai en toute modestie dans la mesure du possible. Deuxième raison, c'est que nous sommes autour de cette table, je crois, plus de 10 ou nous sommes 11. Et il va falloir gérer le temps, parce que nous avons la séance inaugurale du festival à 10h. Donc on doit terminer bien après. Et je vous propose qu'on se fixe ensemble un plafond à ne pas dépasser, à savoir 10 minutes. Le mieux, c'est de faire moins. Mais je crois à 10 minutes, je suis obligé d'utiliser mon pouvoir institutionnel. Comme ça se fait dans toutes les conférences internationales, c'est de barrer. C'est comme ça qu'il faut être un peu strict pour donner la possibilité à tout le monde de parler. Elementos que se podrían a lo mejor haber cuadrado, ¿no? de otra manera y con mayor solvencia, ¿no? Mi especialidad, digamos, que tiene que ver con las letras, soy académica de la Real Academia y profesora periodista, entonces, digamos que la parte que yo más o menos he podido comprobar es el uso de la inteligencia artificial precisamente en eventos culturales, así como en la promoción que pueda existir de las lenguas, que es lo que precisamente un país quiere compartir con otros países su propia lengua, ¿no? Institutos como Goethe o Cervantes, de haber tenido un planteamiento que lo tienen, de difusión de su lengua, pero si lo hubieran tenido de una forma
más, vamos a decir, más pensada, de una forma más sólida, pues se hubiera llegado de una forma más amplia y con mejores resultados en cuanto a compartir los idiomas, ¿no? En concreto con más. La cause, nacional de nuestro país y su place dans l'environnement mondial. En même temps, le même appel a été adressé à la société civile, aux partis politiques, aux organisations syndicales. Mais auparavant, on a conférence des ambassadeurs de Sa Majesté le Roi, exactement le fond de et je me permets de dire diplomatie et démocratie parce que c'est très proche. Quant à la diplomatie culturelle, il importe de lui accorder l'appui et l'encouragement qu'elle mérite, notamment la mise en place de maisons du Maroc, de centres de services culturels à l'étranger. Il importe également d'intensifier les activités artistiques, d'organiser des foires, des expositions, de faire connaître le patrimoine ou le rayonnement à l'étranger et de mettre en relief son identité unifiée, authentique, riche et plurielle. Europa mira hoy a Marruecos con otros ojos. En esa época, siglo XX, Marruecos era una república muy joven. Estaban ordenándose, organizándose. Y Europa miraba con otros ojos, el mundo miraba con otros ojos a Marruecos. Hoy Marruecos tiene una voz en el planeta. Hoy Marruecos tiene un predicamento en el planeta y falta mucho, porque en 2030 Marruecos va a estar en el corazón del mundo, en el Mundial de Fútbol, y Marruecos tiene que ser campeón del mundo. Yo estuve aquí festejando en el último Mundial. Hemos quedado entre los cuatro más importantes del mundo. Aquí en Marruecos, mucha celebración, mucha felicidad. Todos a la calle. Yo también. La diplomacia juega un papel muy importante. Yo quiero rendir homenaje al diplomático parlamentario más importante que tiene Marruecos. Es un señor que es el responsable del Parlamento de Marruecos con el Parlamento Andino. Aquí está la presidenta del Parlamento Andino, Madame Cristina Reyes, y soy yo, que soy el nuevo presidente del Parlamento Andino. Hemos tenido los dos presidentes a rendir homenaje a Marruecos. Y yo quiero romper una lanza por un hombre que cuando va al planeta lleva el corazón y la bandera de Marruecos y de Su Majestad el Rey. Y me estoy refiriendo a Su Excelencia, hoy nombrado primer vicepresidente del Senado, el cuarto hombre más importante de Marruecos, que es senador, es Su Excelencia Abdelkader Salah. Él es un hombre muy inteligente, profesor de matemáticas, muy hábil, y ha sido condecorado en el año 2022 por el Parlamento Andino. Y ha sido condecorado por la República del Ecuador. Y viene más condecoraciones, porque cuando condecoramos y los cuatro parlamentos respetamos la soberanía y la integridad absoluta del Reino de Marruecos. Cada uno tiene su visión, cada uno tiene su corazón, cada uno tiene su propia visión. Pero nosotros respetamos y decimos que los problemas de los marroquíes. الاسم الكامل ناجي مولاي الحسن رئيس شبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا. إذن شاركنا في هذه الندوة الدولية الهامة التي تأتي في ظروف يعني مهمة جدا
وهو مناقشة البعد يعني المشترك بين الشعوب. وهنا كانت مداخلاتي مرتكزة على أربعة محاور. المحور الأول أهمية يعني الذكاء الاصطناعي في عصرنا الحالي، ثانيا أهمية حماية الموروث الثقافي المغربي بما في ذلك الموروث الثقافي الحساني، الموروث الثقافي الأمازيغي، الموروث الثقافي كذلك العربي، لأن الذكاء الاصطناعي يمكن له أن يعني يمكن له أن يحمي هذا الموروث من خلال الأرشيفات، من خلال يعني التحدث عن التاريخ الذي مثلا كان يربط مثلا سكان الأقاليم الجنوبية بالصحراء بالملوك العلويين. كذلك تحدثت عن أهمية يعني الذكاء الاصطناعي في يعني في الدفاع عن قضايا الوطن بما ذلك القضية الوطنية الأولى، سد المغالطات التي تكون دائما عبر يعني الفضاء الرقمي، كذلك أهمية ودور الشباب في الدفاع عن القضايا المصيرية للأمة بما في ذلك قضية الصحراء، نشر الوعي، نشر مثلا كذلك أهمية ودور يعني مثلا الحكم الذاتي لحل مشكل الصحراء، كذلك نشر معلومات عن المشروع التنموي في الأقاليم الجنوبية الذي يعني وصل مدى وأصبحت مدينة العيون من مدن رائدة في شمال إفريقيا. أنا ديالنا ودير لايك للفيديو، بارتاجي الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، جريدة أرض بلادي جريدة وطنية متجددة على مدار الساعة.